رصدت الولايات المتحدة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان في ثاني إطلاق من نوعيه خلال أسبوع. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن مسؤولي الجيش الأمريكي والاستخبارات يقومون حاليا بتحليل البيانات والمعلومات الواردة من عملية الإطلاق لتحديد نوعية الصواريخ، وهي لم تحدد بعد ولا عن كيفية الإطلاق ومسافة رحلته، وإن كان بعض المراقبين الأمريكيين يرجحون أنه إطلاق قصير المدى. من جهتها اعتبرت القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ أن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يسلط الضوء على التهديدات التي تمثلها بيونغ يانغ على جيرانها وعلى المجتمع الدولي. كانت كوريا الشمالية قد أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للأسلحة منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، حيث أطلقت مقذوفين في تحرك وأصفه بعض المحللين بأن كوريا الشمالية توجه رسالة لإدارة بايدن بشأن أهمية المنطقة. يأتي هذا فيما أكد خفر السواحل الياباني إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستي، وحذرت طوكيو السفن من الاقتراب من أي أجسام تسقط من السماء. وطالب خفر السواحل الياباني السفن بإبلاغه فورا عن أي أجسام أو معلومات تتوافر لديهم عن الصاروخ الباليستي. في ذات السياق ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل مجهول الهوية في البحر الشرقي، ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى بما في ذلك عدد المقذوفات التي أطلقت ونوعها. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سيد مكاوي زكي، زميل كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر للنهر. دكتور سيد، مساء الخير أو صباح الخير، وأهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. ربما هناك دلالة مهمة في توقيت إطلاق هذين الصاروخين الباليستيين في بحر الصين الجنوبي وغيرها من الأماكن، خصوصا أنها تأتي بعد أيام قليلة فقط من زيارة هامة لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى هذه المنطقة في شرق آسيا. زار يعني كوريا الجنوبية وزار اليابان وزار الهند وغيرها من دول المنطقة. ما دلالة ما حدث من كوريا الشمالية؟ الحقيقه طبعا ان التوقيت توقيت دقيق جدا وحساس جدا، وهي متصل عن التطورات اللي حضرتك اشرت اليها يا استاذ همام. كوريا الشماليه اطلقت الصاروخين في بحر اليابان. رئيس وزراء اليابان قال ان الصاروخين صواريخ باليستيه، ويعتبر ان اطلاقهم مخالفه لقرارات مجلس الامن وتهديد لامن اليابان وكامل المنطقه، وقال ان هو هيناقش هذه التطورات في زيارته الاسبوع القادم مع الرئيس بايدن. بالنسبه لكوريا الشماليه طبعا دي ثاني عمليه اطلاق صاروخي خلال اسبوع، سبقها عشيه تولي بايدن لولايته اطلاق او تدشين غواصه قادره على اطلاق صواريخ باليستيه. لكن الرساله او العنوان العريض لاطلاق الصواريخ الاخير هو رفض المسعى الامريكي لنزع سلاح كوريا الشماليه النووي، واللي كوريا الشمالية اعتبرته فرضية مجنونة، وده تزامن مع دعوة كيم جونج أون الصين قبل يومين إلى التعاون والوحدة، وده يحدث عشية طبعا هجوم دبلوماسي وسياسي تشنه الولايات المتحدة الأمريكية على الصين وروسيا، واللي أعقبه زيارة لوزير الخارجية الروسي لافروف إلى الصين. صحيح. للتعبير عن التضامن بين القوتين. هذه التطورات ليست بمعزل عن أجواء الحرب الباردة الجديدة، وللأسف أن الإدارة الأمريكية على لسان أنتوني بلينكن أعلنت في أكثر من مرة أن الدبلوماسية أولا، الدبلوماسية أولا، الدبلوماسية أولا، لكن للأسف هذه الدبلوماسية العدوانية سببت للأسف ردود فعل سلبية لدى الصين وروسيا، وقد يكون الفعل أو إطلاق كوريا الشمالية لهذه الصواريخ وتعبير عن حالة الاحتقان وحالة الغضب لدى الصين، لدى روسيا، لدى كوريا الشمالية من سلوك الإدارة الجديدة. يعني كيف ذلك دكتور سيد، وكانت هناك محادثات منذ أيام بين وفدين صيني وأمريكي في ألاسكا وربما اتفق على عدد من النتائج، هل هذا يدل على للأسف فشل للأسف هذه المفاوضات؟ نعم للأسف أن الأجواء التي كانت سائدة في محادثات ألاسكا كانت أجواء سلبية ولم تكن أجواء إيجابية، والحقيقة أن هدف الصين أو ما كانت تتوقعه الصين عقب وصول بايدن للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية
وإعادة تفعيل العلاقات الأمريكية الصينية إلى وضعها الذي كانت عليه قبل وصول ترامب إلى السلطة. لكن للأسف أن إدارة بايدن ربما أكملت مسيرة ترامب في التشدد مع الصين. الولايات المتحدة يعني للأسف تريد كما قال أحد المعلقين الأمريكيين أن تطبق نظرية دكتور سترينج، ونظرية دكتور سترينج بتدور حول إعادة الزمن للوراء. الولايات المتحدة تريد أن تحتفظ بالوضع الذي كانت عليه في تسعينات القرن الماضي، وهو الانفراد بالهيمنة على العالم والانفراد بالسلطة في العالم. لكن الحقيقة أن أكثر من وزير دفاع في الإدارة السابقة قال بشكل واضح وصريح أن هناك تغيرات جيوستراتيجية جديدة في العالم. صحيح. وهذه التغيرات هي صعود الصين وصعود روسيا وتعدد الأقطاب في النظام العالمي الجديد. إذا أرادت إدارة بايدن أن تتجاهل هذا الواقع فلن يغير ذلك شيء، ولكن ستكون هناك عدد من الاشتباكات، عدد من التدافعات في مسائل مختلفة، لكن سيزيد التوتر في العالم ولن يغير شيء من الواقع. هل ذلك يمكن أن ينعكس على أي محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي ربما دعت الصين الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفته به الإجراءات التمييزية ضد شركاتها في الولايات المتحدة وفي العالم ربما؟ يعني أبرز تعبير عن خطأ هذا النهج الأمريكي هو ما أعلنته سنغافورة، أنه من المستحيل الاختيار بين الولايات المتحدة والصين. لن تنجح سياسة الحرب الباردة والاستقطاب وأن تختار الدول بين الصين أو تختار بين الولايات المتحدة، هذا لن يكون ولن يكون في صالح الولايات المتحدة. كما نصح أحد المعلقين الأمريكان إدارة بايدن أنه لن تنجح سياسة تعطيل نمو الصين ولن تنجح سياسة تعطيل صعود الصين، والأجدى بإدارة بايدن أن تعيد الاستثمار داخل الولايات المتحدة في مجالات العلوم ومجالات التكنولوجيا. نعم. حتى تستطيع اللحاق بالصين وحتى تؤكد على مكانة متميزة للولايات المتحدة في النظام العالمي الجديد الذي يجب أن يكون قائما على احترام القانون الدولي وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية. الدكتور سيد مكاوي زكي زميل كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. شكرا جزيلا.